جد حطاب مات، بس أنا عندي شي أعمل مثل أمي وأبوي وجدي مات يروح الجنة، لأنه هو يسمع الكلام مو يصيح، وهو مطيع ويساعد الناس بس كان صغير. طيب والعاصي؟ والعاصي، العاصي يصيح مو يسمع كلام الله، ومو ياخذ اي شي يعمل بس كان صغير. أعطيني مثال على واحد عاصي، يعني ما بيسمع كلام الله وما بيصلي وما بيصوم وما بيروح الحج. مين أنت بتعرف ناس عاصي؟ أنا بعرف اثنين، مين؟ واحد ولد اسمه عمر، وواحد بنت اسمها رامة، بس إنه يروح على حاج، بس عمر هو قال لي كاكا، ولاما هي صيحت علي عشان أنا قلت لها المس، عمر هو قال لي أنا وصاحبي كاكا عشان صاحبي هو قال لي المس. عمر هو قال أنا وصاحبي كاكا. طيب أعطيني اسم حدا مطيع بحياتك، مين مطيع؟ يعني بيسمع كلام الله وبيصلي وبيزكي وبينطق بالشهادتين، يعني حدا الناس بتحبه ورح يفوت على الجنة وبيرضى عنه الله. مين؟ أنا برافو، أنت مطيع شاطر، الله انتي يرضى عليك. بابا شاطر.